أم يعرب من سوريا تقول يعني إذا كان الشخص المرأة تريد صيام 6 من شوال وزوجها غير راضي، تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أختي أم يعرب بارك الله فيك وتقبل الله عملك ورزقك الله عز وجل هذه النية الطيبة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تصوم النفل وزوجها شاهد إلا بإذنه. المرأة ما تصوم النفل 6 من شوال، الاثنين، الخميس، الأيام البيض، عرفة، عاشورة، إلا باستئذان الزوج. فإذا أذن لها الزوج الحمد لله، إذا لم يأذن لها الزوج كتب الله لها أجر الصوم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فأي إنسان كان مواظب على سنة أو عمل صالح ثم منعه مانع مرض أو سفر أو زوج مثلا له الحق في هذا، هذا حق من النبي عليه الصلاة والسلام، فلها الأجر. فأنت لك أجرين، أولا أجر الصيام الحمد لله، كتب الله لك الصيام بإذن الله، والشيء الثاني طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. إن بعض النساء تقول كيف طيب، خلاص مدام الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، المرأة ما تصوم صيام النفل وليس الفرض، صيام النفل إلا بإذن. القضاء لا، ما له حق. لو قلت أبغى أقضي وقال لك لا، قولي لا سامحني هذا في النفل، أما في القضاء لا. لماذا؟ لأنه واجب. وممكن إذا طلب منك تأخرين مثلا تستجيبين له أيضا. وخطاب للأزواج، إذا كان الزوج محتاج لزوجته فعلا له الحق في هذا، أما إذا كان لا غيران منها، أن بعض الأزواج الآن يشوف زوجته تصوم هو غيران ما يحتاجها، غير محتاج إليه، ليش تمنعها؟ لماذا تمنع زوجتك من الصيام؟ لا أنت صايم ولست محتاج لها في الفراش مثلا، ولست محتاج لها في أمر ضروري، لماذا تمنعها؟ غيران منها مثلا؟ ما أدري والله. أنا أشوف يعني بعض الأزواج يقول لا هكذا، هذا تعسف. الرسول صلى الله عليه وسلم لما منحك الحق لسبب ولعلة، أنك تحتاج زوجتك. أما قضية والله هكذا يشوف زوجته مثلا، بعض الناس يشوف زوجته تصوم ما شاء الله وكذا ويقول لا ما تصومين، طيب في سبب؟ إذا كان في سبب تحتاج زوجتك لك الحق الكامل، حق منحه لك النبي عليه الصلاة والسلام. أما هكذا فقط لا ما ينبغي لك، ما ينبغي، وأخشى أنك تدخل في الإثم. ولذلك مهم جدا أيضا الأزواج يساعدون زوجاتهم، يفرح الزوج إذا شاف زوجته تصوم النفل، تقوم الليل، تختم القرآن، هذه نعمة من نعم الله، نعمة من نعم الله أن يرزق الزوج بزوجة صالحة محافظة على الفرائض والنوافل ومؤدية الحقوق والواجبات. فعلى الرجال أن يتقوا الله ويعينوا أزواجهم، والحمد لله يعني حق يستطيع أنه يأخذه في الليل. أما قضية والله هكذا تعسف لا. لكن عموما أنت مالك إلا الظاهر، فأنت استجيبي له والله عز وجل يكتب لك الأجر.